السلام عليكم ورحمة الله، الله يعطيكم العافية ربي. معكم الدكتور عبد الكريم. اللي راح تشوفوه هلا هو المادة المسجلة لمادة الفونديشن اوف نيرسينج، الفوندمنتال اوف نيرسينج او اساسيات ممارسة التمريض. طبعا هي المادة على مستوى سنة اولى. العذر منكم طبعا ممكن يكون في بعض الاشياء الصوت فيها مو واضح، لانه المحاضرة تسجلت صوت اثناء اعطاء المحاضرة نفسها، وبعدها حيتم عرض الباوربوينت برزنتيشنز لكم اثناء سير الكلام. في حال وجود أي ملاحظات أو تعليقات أو إضافات نتمنى التعليق ومراسلتنا، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة وأن تعمل فائدة للجميع، وشكرا جزيلا لكم. طيب بدنا نحكي قصة، نبدأ بقصة سماهر. طيب هاي سماهر، خلصت توجيه باللحظة اللي هي خلصت فيها توجيه، كيفت عاد وراحت عند أبوها. هاي سماهر، الصورة مش واضحة صح؟ طف الضوء، بخاف تناموا. شوف طيب مش مشكلة، نكمل هلا قصة سماهر. سماهر عمالة ملكهم خلصت تجيه، وهي مكيفة كثير، دخلت على البيت راحت تحكي لأبوها، يلا خلصت تجيه. قالها ممتاز، يعني هذا بده يكون أبوها، يعني منطق صح؟ قالها طيب ممتاز، شو حابة تدرسي؟ فرأيكم أنتم في هذا الوقت لما كان أي طالب عنا عايش، والأصل أنتم عشتوا هذا المرحلة صح؟ والأصل فشتوها يعني قريب مش زمان، بس كم سنة. إيش الأشياء اللي تخلي الناس تختار وظيفة؟ وظيفة ماشي. طيب مكتوبة ما حد يعرف هون عندي الوظيفة. البيئة اللي عايش فيها اختص فيها. البيئة وضحي لي مثلا. انا مثلا عشت مع حد وعن هندسة وحبيت هندسة، بدخل مجال هندسة. يعني الاخوان تكبر منه مثلا او تأثير المجتمع. تأثير المجتمع ماشي، يعني عشان نفهم احنا تأثير المجتمع العمل يكون متوفر. ايه؟ العمل يكون متوفر عشان لا تنصروا العمل هو وظيفة يعني. طيب يعني وظيفة بس بناء مستقبل وضح لي اياها. يعني هو اكيد مش راح اجيب طوب واروح على المستقبل ولا شيء اخير. في مدينة المستقبل بالسعودية اسمها كثير اليوم اعتقد الوقت صار طيب مش حتشتغل معي. لا بدك توضح لي اياها ممتاز، فكر فيها وبرجع لك. حب التخصص ممكن المعدل اسهم هيك، هذا اللي طلع لي يعني خاصه تخصصك تدخلي معدل في التخصص. احنا عمالنا نشوف هلا سماها شو بدها تدرس، الميول الشخصي اللي هو يعني حب التخصص زائد الميول الشخصي. ماشي، واحد مثلا حاب يروح يصير طيار مثلا فاكيد حيروح يكون الطيران، اكيد ما حيكمل التمرين اذا هو ميول شخصي. كمان يعني تأثير الأهل، تأثير الأهل المجتمع. ماشي، حاجة المجتمع، حاجة المجتمع، حلو، حاجة المجتمع أصلا. لأنه زمان كانت على أيامنا يعني لحقت أنا آخر هاي كان يكون باي ديفولت معروف أول ثلاث خريجين في كلية الهندسة في الجامعة الأردنية متعينين بشركات معينة. يعني كانت تيجي شركة الكهرباء قبل ما يتخرج الطلاب تقول فلان 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 يجيبوا كشف العلامات، خلاص انتم معينين اوريدي عندنا في كليه شركه الكهرباء. وهذا الحكي كمان الى درجه ما كان ينعمل برضه مع التمريض. فكان تيجي مستشفى الجامعه، مديره التمريض في مستشفى الجامعه، خريج الجامعه الاردنيه بكالوريوس، كانت تقعد مع مين التمريض تقول لها شوف والله كشف العلامات اللي عندك، طب اسمعي هذا وهذا وهذا اوريدي معينين، بس نديهم. ووصلت كمان حتى للجيش في اخر 2001 2002 كان يجي الخدمات الطبيه تيجي تقول من الأوائل اللي حابين ينضموا للجيش يوقعوا العقود قبل ما يتخرجوا. بس هاي الظاهرة انتهت. في حدا بيعمل هيك؟
مرت عليكم حدا بيعمل هيك؟ ليه؟ ايش اللي صار؟ زاد العدد. زاد العدد ممكن بس مش هكسر. صارت تغير معنى الكفاءة. يعني هل يشترط الاول على كل شاب في التمريض؟ سلام. خبرة تختلف من شخص لآخر. زمان كانت إذا بتتذكروا بحضر المحاضرة الماضية. زمان كان واضح عندي أنا إيش بدي منك. فأنت لو بدك تنزل تجيب عامل مثلا يساعدك طباع يساعدك بعمل شغلة في البيت. أنت عارف شو بدك منه صح؟ وعلى الأغلب الحج أو الحجة أو أخوك الكبير أو كذا بوقف على أخلاق بقول له اعمل هيك سوي هيك افتح صح؟ تعطيه أنت الدايركت انستراكشنك عارف أنت شو بدك منه. احنا الان انتقلنا لمستوى ثاني انه فعليا احنا مش عارفين ايش بنطلب. احنا نصبح السوق يكون يا هادي. يعني ممكن هلا بكره مثلا فيسبوك تفتح خدمه جديده تسكر خدمه تبع جامعه صح؟ يعني ممكن بكره مثلا زي ما صار مع سائق التاكسي، انا دائما بحكي هذا المثال. سائق التاكسي اللي كان عايش بالتاكسي الاصفر زمان على ايامنا فجأة صار عدد الناس اللي بتركب معاه بقل. الامر اللي خلى سائق التاكسي بالصوره القديمه مهدد بالاضطراب زي الديناصورات. على هو مشكله لما يموت هو واهله وكل الناس اللي وراه بيموتوا لانهم هم عايشين على اللي بيجيبه هو. السائق التاكسي الوحيد اللي نجا من هذه الطفره مين؟ بطول حاله بطول انه في تليفون لازم ينزل تليفون لازم ينزل على الابلكيشن ولازم يهتم بالسبوت صح؟ صارت نفس الشيء بطريقه او اخرى بكل التخصصات. بحيث انه صارت شركه الكهرباء بدها تجيب واحد هي مش عارف شو بدها منه. انا مش قادر احدد من هون لسنه ايش الاشياء اللي بنحتاجها. نفس الشيء صار بطريقه او اخرى بالطبع. احنا صارت الصوره تاعتنا لما انا بدي اروح على المستشفى ممكن احكي لك في الجامعه عن مجموعه امراض وممكن تروح على المستشفى ما تلاقي ولا مره. مثلا الكوفيد كل الطلاب اللي تخرجوا قبل الكوفيد كان عدد قليل اللي مركز فيه على الفيروسات، بعد الكوفيد اختلف الصورة. طب انتوا شو الوباء اللي ممكن تواجهوه؟ طبعا. فصار لابد نتعلم بطريقة مختلفة، هذا أول حاجة، أول سبب. السبب الثاني إنه احنا بنعيش ظرف تاريخي هذا ما مر على التاريخ. ما مر بتاريخ البشر، الظرف اللي احنا الآن نعيشه. ألا وهو إنه التليفون الصغير أنت معك تسأل فيه جوجل، جوجل معك أكثر مني. أكثر منا، أكثر من كل الموجودين، صح؟ مين أعلى أهل الأرض؟ أوه. أنت أي سؤال؟ لسه هلا أنا داخل على سكن دير هلا، شات جي بي تي سمعت فيه، صح؟ إحنا داخلين هلا لسه الذكاء هذا بيمسح معنا، فإحنا عايشين بظرف تاريخي، صفت الآن عندي أنا بالنسبة إلي لبعد أنا في محاضرة، يعني إيش بده يحكي لي الدكتور شو مفيد؟ بده يعطيني معلومات جديدة؟ ما انا اي معلومه بدي اياها بفتح على اليوتيوب وبشوف اربعه بشرحوا لي اياها واللي بيعجبني بعمل له شوف مره ثانيه صح؟ فصفت الان احنا بحاجه طريقه ثانيه نتعلم مش بس نركز في المعلومات وانما احنا عايشين في مرحله فيضان صار احنا لازم نفهم كيف نحلل اي معلومه حتى نقدر نفهم صح؟ بناء عليها صارت في عندي كمان اشياء تانية بتصنع قرار سماهر هاي لانها ايش بدها تدرس. نكمل بالقصه تاعت سماهر. سماهر راحت عند ابوها قالت له انا نجحت في التوجيهي وحابه ادرس تمريض. كل اخوانها اللي حواليها يعني على فرض انه اخوانها او بنات عمها واولاد عمها يعني المجتمع اللي حواليها سالها سؤال انت حابه تدرس تمريض طب شو يعني تمريض شو يعني تمريض احنا كلكم اتخذتوا قرار بارادتكم او غصبا عنكم المهم بالاخر اتخذتوا قرار انك سجلت في كليه التمريض وجاوب في التسجيل صح وهذا السبب اللي خلاكم تسجلوا في الماده هون السؤال الثاني اللي بنساله انت لو واحد الان اجتك سماهر وسالتك هذا السؤال ايش يعني نفس ايش يعني طب؟ يعني رعايه طبيه معلش لا واحده واحده واخذ الان انها رعايه
رعايه. بستخدم مهاره التفكير برضه. استخدم مهاره التفكير يعني التمريض استخدم مهاره التفكير. شجاع. في حد أخذ مساعدة طبيب؟ إرشادات. أنت بدنا نشرح الآن لقرايب سماها بشي يعني التمريض. إرشادات إيش يعني إرشادات مرور؟ لا يعني بس أروح على مثلاً على المريض وأحكي له مثلاً بإيش بيعاني كيف إني بقدر أساعده. مثلاً جوا كيف؟ فرتب لي إياها في كلمة. إرشادات كمل عليها. بدي إرشادات صحية. كمل لي. انتم ما لحقتوا هذا. بتعرفوا مبادئ الفن او مبادئ العلم؟ لا. زمان كانوا يعلمونا بالشعر لكن مبادئ كل فن عشره. الحد والموضوع ثم الثمره. فضله ونسبه والواضع نسبه الاستمداد حق الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومنظر الجميع على الشاطئ. انت ما فهمت التقت فينا المدارس السعيدة مع المسؤوليات إنه كانوا العرب زمان إذا بندرسوا علم فن بمعنى العلم ولك إنه في عشر أشياء لازم تعرفها عن أي علم طب، تمريض، النحو، الفقه، كله. الحد متى يبدأ ومتى ينتهي والموضوع يعني هو شو بناقش هذا البلد والثمر هو فيه علم بدون فائدة والثمر الاسم والاستمداد يعني من وين اجى الاسم هذا من اجى والاستمداد من وين باخذ الاصول المعرفيه تاعي او اللي راح نسميها احنا في النرسينج البارادايم او الاطر المعرفيه. الاسم والاستمداد حكم الشارع اللي هو اصلا حكم العلم هذا نفسه حلال حرام بيصير ندرس ايش الاحكام اللي لازم نعرفها احنا كمسلمين او كناس منتمين لاطار معرفي معين. حكم الشارع مسائل الوضع بعضه من بعض اكتفى. طبعا بعدين بتيجي عندنا المسائل الفرعيه أشياء دقيقة. أطفال لها خصوصية، بالغين لها خصوصية، نسائية لها خصوصية، إدارة لها خصوصية. صح؟ في أشياء لازم تخصص فيها أكثر. وإلا في الماستر عندنا ما في ماستر تمريض. الماجستير في ماستر تمريض إشي. مثلا ماستر تمريض إدارة، ماستر تمريض عناية حفيفة، ماستر تمريض قلب، ماستر تمريض أنكولوجي. خلص يصير في تخصص ما تقدر تكمل. أما على مستوى البكالوريوس تشمل هالأمور. صح؟ طيب الآن إحنا بدنا نعرف نسألكم لسه بدي أعرف إحنا شو بدنا نحكي نسمع الرعاية تمريض قبالي إيش بدنا نحكي نسمع التمريض وكم قبالي كان في بيت شعر يقولك كأنهم والماء من حولهم قوم جلوس حولهم ماء سبحان الله ماشي إيش معناه هلا أهل سماهر بعمانهم بيسألونا شو يعني تمريض هل مساعدة الناس حكينا إنه تمريض هو مساعدة الناس هل هذا بيشمل تمريض بس ولا بيشمل ناس ثانية لما بنساعد الناس برضو ناس ثانية نعم شيء أفضل وخايف الأمراض. طيب هل حكيت عن مساعدة الطبيب يعني بينفع يكون نص دكتور؟ يعني بكمل الطبيب بيعمل أشياء الطبيب يعني نص دكتور يعني هلا لو كملنا بعد البكالوريوس بينفع يكمل طب؟ لا طب ما هو مكمل شو رأيك؟ بينفع يكمل طب ولا ما بينفع؟ لا مين بيحكي بينفع؟ بينفع بس دول معين دول معين يعني مرة ممكن لو يكمل تخصص أنا هلا خلص احنا بنحكي وراح خلص بعدين راح على مع شهادة بينفع يكمل دكتور؟ لا أساسيات بعد الماستر اختصاص الأساسيات تاعته ما بتصلح أصلا هم علم مختلف طب علم طب علم مختلف تمام وما بينفع ما بنفع اصلا يعني بدي اعيد كل المواد اول بدي اسمع وجديد لانه النظره تاعه الطبيب للمريض تختلف عن نظره المريض هلا راح افصل فلذلك الظن ان الدكتور التمريض هو مساعد الطبيب هذا نظر خاطئ وانما احنا بروفيشنال احنا مهنه مستقله ايش يعني النظره هاي تختلف عن النظره هاي اعطيكم مثال احنا الان عايشين في عالم محكوم بالحضاره الغربيه محكومين احنا الان بحكم العلم والكتب اللي معنا بالمنتجات الغربيه اللي انتجتها اوروبا وامريكا في العلوم بتاعتنا عموما الا انه في ناس انتجت علوم مختلفه فمثلا في الطب النظره الغربيه للانسان
هو شغله من شغلتين، غرض مختلفين على اصل الانسان، خصوصا من غرض الحاجه. فهو مختلف على اصل الانسان. ناس بتقول انه اصل الانسان في الغرب هو تطوري، يعني كان شمبانزي بعدين يعني الله فتح عليه شوي تحسن بعدين شوي قدر يوقف بعدين صار انسان، صح؟ هذه نظره داروين او نظره تطوريه. وفي نظره ثانيه راح تاخذوها ان شاء الله بالسايد، هي نظره فرويد، بتحكي هو الانسان الايجو والسوبر ايجو، الانا الداخليه والانا الخارجيه، والانسان اصلا هو كائن سيء بس بيحاول يكذب حاله ويضل يغطي حاله عشان يصير فبتحسن، يعني الله فتح يعني ان شاء الله هم عندهم ملحدين. هذه النظره تاعتهم خلت النظره للإنسان نحن عبارة عن مجموعة كيمياء. حتى إلى الآن مرات لما يكون اثنين أصحاب شو بيقولوا عن بعض؟ بيصاحبوا بعض في كيمياء. كيف ضبطت الكيمياء اللي هو H2O CO2 مش عارف ايش كيف ضبطت، بس احنا ضبطنا. ايش يعني عندهم إنه الإنسان كيمياء؟ نحن عبارة عن مجموعة بايوكيمستري، صح؟ مجموعة مركبات كيميائية. بالتالي بالنظرة الغربية إذا أنت مربط فايش اللي صار عندك؟ خلل في الكيمياء. فانت بتروح على الدواء تاخذ دواء، شو بيسوي الدواء؟ بيظبط الكيمياء، فبالتالي بتتحسن، صح؟ هذه تقلل. وضحت عندكم؟ الى الان احنا ماشيين مع بعض، صح؟ مريض السكري بالنسبه للنظره الغربيه احنا الان للاسف عايشين في عالم العولمه وعايشين فيها، مشكلته ايش صار معاه؟ ارتفاع في السكر نتيجة لنقص الانسولين. معناته انا لو اعطيته الانسولين فتح الله فيه مزق خلاص تعالج، صح؟ الا انه لما نكتشف انه في ناس بتطلع على الانسان بطريقه ثانيه. بدناش نحكي عن العرب المسلمين، نحكي عن الصينيين. انا درست في تايلاند، انا قعدت في تايلاند فتره طويله. هناك النظره للانسان اللي انت عباره عن طاقه. بتلاقي برسم الانسان هيك في ضواو بتطلع. مرت عليكم هاي الصور؟ لا. طاقه، احنا عباره عن طاقه وهالات الطاقة في ضواطة الانمي ما تقدر تعطيه دراغون بول، صح؟ طاقة. وشو هم المكونات تاعت الأربع مكونات؟ الناري دراغون بول الماري دراغون بول أو مثلا بوكيمون أو كذا، يعني عايشين في هذا العالم. عشان هيك في الطب الصيني كيف بيعالجوا السكري؟ الإبر، الإبر الصيني. ليش الإبر؟ لانه عند الصينيين الانسان عباره عن طاقه، لو نعدل هاي الطاقه بتعدل الانسان. الغريب في الموضوع انه فعلا مرضى السكر في الصين بيتعالجوا من الصينيين وبتحسن كثير الانسولين كل فتره بروح على اللي بغزغز اللي برا. وفي تايلاند عندهم شغله اسمها الاكيو بريشر اللي هي العلاج بالمساج، فهي نقاط معينه بعدهم لبعض، بيجي عند المريض بيضغط على ظهره هيك بيسوي له كذا بيسوي له كذا. ايه الغريب موضوع انا متعالج. بدناش السمين، هذول عاملين ايدن تشاينا وامورهم مش نافعه ومنتجاتهم مش نافعه. بنلاقي انه في الهند بيعالجوا الامراض كمان بالشعوذه والسحر. ليش ما سمعتوا عن واحد بيتعامل مع الجن بيعالج المرضى؟ وكانت كيف بتصرف معه؟ بيعالج ولا بيعالج؟ بيعالج. عدد كبير منهم بيعالج، صح؟ في عندي حالات كثير وسط انه بيعالج. طب كيف عالج هذا الدكتور؟ ممكن. لكن عالج ولا ما عالج؟ اشتغل ولا ما اشتغلش؟ زي واحد يسأل الثاني يقول له ينفع اصلي بدون وضوء؟ فرد عليه قال له لا، قال له انا صليت وظبطت. فمش احنا زبطت ولا ما زبطت؟ ما بعرفش كيف اشتغلت بس زبطت. صليت. فهي نفس الشيء، هذه الامور نفسها تعطينا احنا فكره انه تعريف الانسان اصلا مختلف. صح؟ فالانسان يرى نفسه، وهذا الحكي بنسحب على كل واحد فينا. فكل واحد فينا يرى نفسه بطريقة مختلفة. صح؟ أنا لقيت حالي شاطر بس العالم كله ضدي. صح؟ وأنا شايف حالي مش شاطر، أنا هيك الله خلقني، أنا راضي. كل واحد فينا بيشوف حاله أصلاً بطريقة مختلفة. بالتالي المهن كمان ترى الإنسان بشكل مختلف. فعموم الطب يرى الإنسان بالتأثير الغربي هذا على إنه بيوكيمستري. اللي كان عندكم احنا مسلسلات الاي ار زمان كانت على اي ار ما هيك، وشايفه عباره عن شغله بتعطيه دواء عشان يتظبط. غير هيك ما عندي. لكن احنا نشوف التمريض يرى الانسان شوي بطريقه مختلفه، وهلا رح نحكي عنها، انه الانسان اصلا بالمنظور التمريضي متعدد الجوانب. انا في عندي جانب نفسي، في عندي جانب روحاني،
في عندي جانب جسم وكلهم مع بعض من الجين شكلوا علم التمريض. فعشان هيك احنا بنلاقي ان التمريض بيهتم بالابحاث اللي بتطلع من البيولوجي والاستنساخ، وبنفس الوقت بيهتم بالابحاث اللي بتطلع من النفس في جانب نفسي. ومع ذلك احنا بنلاقي الجانب الروحاني من الاساسيات اللي عملها التمريض، كان كاستبدال للديانه المسيحيه. حتى هلا في المستشفيات شو بسموا التمريض او المرضى اللي بنعمل عليها؟ سيستم. هي سيستم مانجمنت. اول ما بدات المستشفيات في اوروبا كان اللي قايمين على المستشفيات الكنائس الكاثوليكيه الكاثوليك. الكاثوليك البنات اللي قاعدات في الكنيسه، طبعا عند الكاثوليك لا رجال اللي هم الفادرز ولا السيسترز بتزوجوا. فالناس كانوا كلهم ينادوهم ايه؟ قوانين. فالسيستر لما انتقلت هذه لكل العالم مع حملات التبشير وحملات الاستعمار نقلوا هذه الفكره. فهي صح بتكون مسلمه او بوذيه او كذا، بس لانه الناس اتعودت على مدار اجيال. عشان اول مستشفى طلع في عمان ايه مستشفى؟ في الاردن اول مستشفى انبنى قبله بشوي مستشفى الرابع، قبله بشوي مستشفى الثاني ايطالي وهو كان برضه للكاريتاس. فاول مستشفى انبنى باسم مستشفى بالمعنى الحديث كان اصلا مستشفى تبشير. بعدين فتح لوزملا، بعدين فتحت كلها برامج مستشفيات. بنلاقي في عدد كبير من بدايه التمريض كان في الاردن مبني اصلا على المسيحيين، مش المسيحيين، مسيحيين كاثوليك. تمام؟ عموما بس بعدين الناس كلها دخلت في هذا الاطار الحديث، والا كان التمريض اصلا. اذا بناء عليها ما هو التمريض صار الان اللي بدنا نحكيه لقرايب سماهر؟ اسم سماهر في حدا هون سماهر؟ لا احطكم اسم زي الحاج احمد مثلا، بيكون اسم مميز شوي. طيب هذه سماهر حتضلها معنا شوي قاعدة معنا بالكورس، تمام؟ فحتمر معنا أكثر مرة. كيف يرى الأفلام والويسترن ميديا نيرسينج؟ يعني أكيد حتطلع أفلام. كانت عيالنا إم بي سي 2. أنتوا ما لحقتوها إم بي سي 2 صح؟ لحقتوها؟ آه والله؟ آه طبعا. بس في جزء قبل ما تموت صح؟ أو هي بتنازل مثلا. لا لا ميت صح؟ هو الفيلم هم أربع أفلام هم عندهم طول السنة. طيب إيش كانوا في ضمن الأفلام هاي بالطول؟ كانوا في موسيقى التمريض؟ إيش كانت تتقدم المرضى بالأفلام؟ بالذات تعطي دعم نفسي عادة النظرة تاعت أمريكا، معظم الأفلام أصلا بتجي من أمريكا صح؟ إنه في عندي واحدة بتعطي مساعدة، وين موجودة؟ مستشفى. عادة بتكون موجودة في مستشفى. عادة بتكون موجودة في الباك جراوند. البطل طخ واحد تاني أخذوه على المستشفى اللي بجر العرباية هذا الأسنرس. يعني هذا أو بجر العرباية يعني. أو بجيبوها على سيرة الباراميديك. الأمبولانس. كون أي وان براذر. صح؟ إيش كمان في أشياء تانية؟ المدارس. في أفلام تقدم في المدارس والله؟ على الويسترن أفلام. في؟ صح ما هو في المدارس ممكن بعد الكوفيد يعني افلام طبعا الكوفيد او شيء كمان الشركات او المصاري في بالشركات صح بقدموهم عاده لما يكون في مثلا فيلم عن سرقه اعضاء يعني بدهم يسرقوا اعضاء يجيبوا تمريض عشان هو اللي يعمل عمليه مثلا مش ارخص مثلا الاعضاء عموما نلاقي انه الافلام بتلعب دور كبير بتشكيل وعي الناس. احنا عدد كبير من الافكار اللي عندكم الان موجوده جزء منها اجى من افلام هوليوود صح؟ يعني مثلا انا قعدت فتره طويله انا بتذكر انه صوت التوجيه وانا مفكر انه امريكا فازت بفيتنام على ايام كان فيلم رامبو هذا قلت اكيد فازوا ما ضلش حدا عايش بعدين لما كنت شفت ان امريكا خسرت فيتنام مثلا بنلاقي كمان دائما انه الميديا بتقدم افكار مع العرض بس افكار ترفيهيه انا بنبسط لما اشوفها انا كنت احس انه مثلا سياره الكشف هذا شيء ممتاز انه سياره كشف ممتاز لحد مره ركبت فيها وانا طالع من الرياضه القصيم شفت فعلا فنزلنا هاي بهدلنا كانت بهدله ممتازه لانه احنا بنرفع فيها اللي عاش منكم في السعوديه عارف الغبره هناك يعني الغبره هناك غبره المهم عشت الدور يا دكتور. عشت الدور فانا خمت انه لا سالفه كشف كنت ازور عليها مستعد سالفه كشف.
فهذه كلها من الاشياء اللي لانه كانوا يجيبونها يمسا نرفع المسجل على الاخر والشعرات بتطير والشعرات ما كان في شعرات ولا السيجاره هيك كان شو بدك تسوي يا دوب طلعنا احنا من الرياض انا بدك تلعب على الشتاء والله طبعا طينه ونرفع هاي ما رفعتش المهم فاذا هي بتلعب دور تشكيل وعينا صح؟ تلعب دور تشكيل وعينا هذه شغله كمان في عندنا شغله ثانيه نلاقيها كمان لعبة دور اللي هي الانمي فيكم حدا بيحضر انمي؟ لا هو سؤال لازم يكون معكم فيكم حدا ما بيحضر انمي؟ اه منيح بس اكيد كلنا بنحضر انمي بس اللي بيحضر انمي شو وين كانت؟ بوكيمون. بعدين السنة جاية طالع. إيش الصورة التي كانت تقدم للتمريض في أنمي؟ هي تختلف شوي عن هوليوود. هون نلاقي إنه في شوي لأنه هذه جاي أنمي معظمها جاي من آسيا. بالذات من اليابان. وكانت كوريا دخلت على الخط وكذا الناس ما شاء الله كم مثلا. إيش الصورة التي تقدم على النيرسينج في الأنمي؟ أول شيء إنها فيميل صح؟ إذا انتبهنا على الأفلام الأمريكية عادة بتقدم الشباب أو الميل على إنهم نيرس ممكن بالباراميديكس بالكذا بالحروب تلاقي إنه في نيرس بالأنمي نلاقي إنه في ظاهرة غريبة وأنا هسه هذا لما رحنا على تايلاند كنا يعني كنا ثلاثة شباب بس أنا واثنين من إندونيسيا بعدين كلهم من ثلاثة يا إخوان ما في حدا ما في حدا أبدا ما في صديق ما في شيء طيب فبنلاقي اول شيء انه هي كانت لانها جزء من الثقافه اللي هي ثقافه الجيشه بسموها في اسيا انه النيرسينج للفيميل بس لانهم ربطوا الموضوع مع الكيرنج مع الكيرنج عشان هيك وحده الخدمات في المستشفيات شو تتسمى بالانجليزي؟ نيرسينج اللي اصلها نفس اصل كلمه نيرسينج انه مين اللي بيقدم الكير بالنسبه للمصطلحات هذيك؟ الام اللي هي الكيرنج فارتبطت النيرسينج عندهم بمصطلح الام حتى في اللغه التايلانديه تايابان معناها نيرس ومستشفى عندهم غاد اسمها روم تايابان يعني غرفه التمريض فدائما ارتبط عندهم هذا الشيء كمان شغله ثانيه ارتبطت في الانمي انهم دائما بيجيبوها على سنه 10 شعرات كذا شيء لازم تكون مضبوطه مع هيك الانمي هيك هم الانمي في كل شيء بيطلعوا هذا بالضبط ايش عندك كمان اشياء ثانيه؟ على الانمي بحضر انمي مش سندي بل احنا مثلا بعد يعني ما قلت يعني فيش حدا فيكم متذكر شيء ثاني؟ ايش هو الانميات؟ اه ولا معهم لا في ماروكو لا بس انا روتو صح؟ ناروتو اللي صوته تكون طالع زي زمان حتى في الدبلاج كمان طالع جايبين واحد اللي ما صوته زي زمان بنلاقي كمان انه هذه الصوره ظلت نفسها اللي موجوده في عموم الكرتون موفيز طبعا هذه الاشياء صنعت وعيكم وصنعت وعي الناس وتوقعاتها لما تيجي على المستشفى حتى صنعت وعي اهاليكم بحيث لا يتركون فاحيانا لما تيجي انت تحكي لاخوك او تحكي لاختك او تحكي لاخوك او تحكي لاختك هي الصوره بعد التمريض تاعته جاي لعده اشياء منها لسه الى الان احنا عملنا بنحكي على الاشياء اللي برا طيب على مستوى الاشياء العربيه كيف ترى الافلام كانت نزل بص بقى حضرتك كيف الافلام العربيه كانت تشوف التمريض تخت ابيض وهاي كانت الطائيه صح؟ هي طاقية فلورنس نايتنجيل رح نحكي عنها في حدا فيكم حضر المقطع تاع المحاضرة على اليوتيوب؟ لحالة واحدة أجزاء والله
طيب انا بعثت لكم المقطع على الـ على التيمز. جزء من كورس للنيرسينج ثيوريز من غير التمريض، بس هذا على اساس المقدمه، فحنفهم المشكله اللي وقع فيها فلورنس نايتنجيل. هلا راح نحكي فيها. تمام، حكيمه بتدي حقك، حكيمه بتدي حقك. هذا هي الفيلم بالذات، لانه معظم الافلام المصريه او الانتاج الدرامي العربي جاي من دولتين بشكل اساسي، اما مصر او زمان كانت سوريا مسلسلات. الانتاج الخليجي نوعا ما تطلع على التمريض بالشكل اللي بشكل ما ركزوا عليها. المشاكل تاعتهم في الخليج شويه تختلف عن مشاكل العالم في الكره الارضيه كلها، ان هم موجودين في الكره الارضيه. فبنلاقي انه كثير من الافلام والمسلسلات ناقشت موضوع الطب والتمريض، بس معظمها جاي يا اما من سوريا يا اما من مصر، فالنظره تاعتهم هناك بتحسها بالنسبه لنا نظره فيها تشوه، او احنا في الاردن شويه ادفانس عنهم في بعض الاشياء. راح نحكي عن تاريخ التمريض، انه في صار عندي كثير نقاط، بحيث انه عدد كليات التمريض اللي موجوده في الاردن هلا 15 كليه، 10 منهم بيعملوا ماجستير، وفي عندنا برنامج دكتوراه صار عمره الان 15 سنه. بينما احنا بنلاقي مثلا انه قبولات التمريض في مصر تنزل لحال، بتعرف فيها تنزل لحال، ما تنزل مقبول موحد لانه عشان المجتمع، فالنظره شوي فيها اختلاف. قال ان احنا المجتمع تقبل الحاجه للتمريض، بل على العكس التمريض في الاردن صار عامل مهم للتمريض في العالم. فبنلاقي في الخليج شيء عامل كثير لكوادر التمريض في الاردن، بل ان المانيا سمعتوا انتم الاتفاقيه على مستوى الدولي، يعني المانيا تركت دول العالم، تركت مصر، تركت لبنان، تركت تركيا، وتركت تايلاند، اجت على الاردن تركيا. فهذا معناته انه في شيء احنا ممكن نبني عليه مستقبل، صح؟ هذه الاشياء كلياتها خلت انه احنا في عندنا اهميه نفهم ايش يعني التمريض في الاردن. التمريض في الاردن في عندي مؤسستين رئيسيتين بحكم القوانين والتعليمات تحت الاردن، اضافه لتشريعاتها. المؤسسة الأولى ليش مكتوب هون؟ احنا عندنا نقابة بالسبعينات، احنا نقابة، النقابة كم شهر النقابة؟ هون اللي موجودين ليش ثاني؟ غير العمر وفي شو؟ لو بطل شارع الثقافة على أيام اللي هي بتقدم خدمات، خدمات للناس، خدمات للناس المنتسبين، صح؟ سمعنا نقاط المعلمين مثلا. ممثلين للتمريض كافراد، وفي عندنا ممثلين للتمريض كمهنه اللي هم الجي ام سي او الجورنال نيرسينج كونسل او مجلس التمريض الاردني. هذا مجلس التمريض الاردني بتعرف مين رئيسته؟ مين رئيسته؟ لحظه. بالكرك؟ ملك رامي. لا بس ملك رامي اكتشف التعليم، لا هي برضه كمان من العائله الحاكمه بس مش الملك رامي. ملكه مش ملكه، هي اميره. اميره ما صارت ملكه. هي؟ لا اميره منى اللي هي اميره منى. الاميره منى، الاميره منى مين بتكون في الاردن؟ اخت الملك. اخت الملك عبد الله. لا والله تاسف. نرجع من الأول، خلق الله خلق الله عز وجل خلق الربوبية، بعدين خمسة رسل، بعدين إحنا جينا على الأردن. ما تستقل الأردن يعني لا أمير ربنا مين بتكون في العائلة الحاكمة؟ قرايب هي بتقرب هي بتقرب لحد الملك. أمه اللي هي الزوجة الأولى للملك حسين الله يرحمه، صح؟ الأمور ممتازة. ما فهذه تعطينا دلالة قديش طبعاً هي الأميرة منى، سوى الأميرة منى أصلاً كانت منى. طبعاً هي أصلاً كانت منى. فهذا الحكي أعطى دعم كبير للتمريض. وهي الرئيسة الفكرية، طبعاً في أمين عام الدكتور هاني نواصي. أعطت بعد كثير كبير لأهمية التمريض في الأردن. لدرجة إنه خلته عصبي. لا هلا هي دعمت التمريض كله بما في القطاع العسكري، تمام؟ لانه شوي في حساسيه خاصه بتكون في القطاع العسكري، انه ما بنفع
يعني بالنسبه للنظره العسكريه انه انا بيوصل لمرحله انه انا ما عندي كوادر الشغل. فدائما بتلاقي الجيش بيعمل مؤسسات، بيعمل اتحاد، بيعمل محكمه عشان يوظف الجيش، بيعمل جامعات، لانه هذا بده حاجة كوادر. والعموما هذه من جرياتك راح تاخذوها بعلم المسنين انه اصلا العسكريين التقاعد بتاعهم بيطلع صغير مقارنه بالمدنيين. بتلاقي القاعد العسكري مثلا بخلص عمره 40 فهو عمره صغير، فانا بدي كوادر دائما تكون فريش داخل. فعملوا كليات تمريض، منها كليه الاميره. لكن اول كليه في التمريض في الاردن انشئت عام 1954 تبع كانت وزاره الصحه، اللي هي كليه ايش؟ روفايل. وضحت الصوره عندنا احنا هون؟ هذه الاشياء كلها بتخلينا نوصل احنا انه التمريض بروفيشن، بروفيشن يعني مهنه، مش بس جوب، مش بس عمل. بروفيشن يعني فيه له ابعاد كثير، ابعاد على مستوى الاشياء اللي بدي اعملها، ابعاد على مستوى الناس اللي بيحتاجوا هذا الخدمه. يعني ايش الفرق بين الناس والتاكسي درايفر؟ الناس ممكن ان في عندها بعد عاطفي مهني يعني اكثر من بعد هوليستيك. ايوه تاكسي درايفر تاكسي بس عباره عن عمل شايف الفريزي ماشي كان عليها بس هلا بطل الفريزي. في فريزي شو الفريزي؟ شايفك عصافير. عصافير ايوه ممكن عصافير او اثنين بيشربوا قهوه الصبح مثلا يعني زي دكتور تاكسي اي حدا مدرس اي حدا ما بحتاج اروح على الجامعه عشان اتعلم صح؟ امي 50 دينار تكرمشهم بايد اللي يفحصك ويعطيك العمومي صح؟ وبعدين بتاخذ سياره وانتهى الموضوع مثلا يجيب مصاري بدون ما يتحرك بدون قاعد لا هو بس لازم يتحرك ولا مش هيجيب مصاري متوقع. احنا عايشين في عالم هلا انتبهوا هذا حتى لكم، احنا عايشين في عالم زينا زي اللي قاعد على البسكليت. تركب بسكليت؟ لا في ناس شفتوا بركب بسكليت مش طفوله بلا عشتها يعني. فهلا متى بتوقع انت بتركب البسكليت؟ بس البسكليت العجلين اكيد مش التلتين هذول متى بتوقع؟ لما توقف. ماشي. متى انا بحتاج انزل اجر عن البدلات لاني راح اوقع؟ لما اوقف. ودام انا بمشي ودام انا سيف صح؟ انا ماشي هون. احنا عايشين في هذا العالم. اللحظه اللي انت بتوقف فيها عن التعلم، بتوقف فيها عن الادراك، بتوقف فيها عن الوعي وتحليل الواقع اللي انت حواليك توقف. للاسف هذا اللي صار معنا. تمام. فزي ما حكينا هون زي ما حكت زميلتكم انه احنا في عندنا بروفيشن، في عندي حاجه بروح على الجامعه، في عندي تعدد الجوانب، في عندي جانب روحاني، في عندي جانب فيزيكال، في عندي جانب سايكولوجيكال، وفي عندي جانب سوشيال. ايش يعني هذول؟ في عندي جانب الانسان اللي انا بشوفه اللي هو بتسمى بعلم الطب البيولوجي اللي احنا بنسميه فيزيكال، اللي انا شايفه فيزيكال ومش فيزياء، فيزيكال الجسد. وفي عندي جانب سوشيال، فهذا الفيزيكال هذا انسان في ضمن مجتمع، انا بدي افهم المجتمع اللي حولي. وفي عندي له جانب نفسي، توجه اشياء انا مش شايفها بس هو حاسس فيها بس انا مش شايفها. يعني هل فيكم حدا هلا خايف؟ ممكن بس ما حد فينا بقى هو خايف من جوا صح؟ انا بشوف لما يظهر عليه الخوف، تظهر عليه اعراض ثانيه. أنا ما أقدر أشوف. طب بس أنا عيني حمراء؟ لا. طب بتوجعني؟ لا. صح؟ كانوا نقطة زمان لك، عيني بتوجعني؟ مش بعرف شو بتوجعك ولا لا. إذا فيها جانب نفسي وفي عندي جانب روحاني. إحنا بالنظرة تاعت النيرسينج كبروفيشن، بنظرتنا إحنا كمسلمين أهل السنة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله نعيمك. السلام عليكم. فندمنتال فوت. وي لاف يو. فوت يلا يلا. بلاش فوت فوت بلاش فوت. انه في عندنا احنا كاهل سنه وجماعه كنيرسينج انا في عندي جانب روحاني لازم المريض يتلقى. طب كان المريض مش على دين برضه كمان عنده جانب روحاني صح؟ كان مسيحي كان بوذي برضه عنده جانب روحاني.
لأنه الإيمان بالنسبة للنرزي حاجة من حاجات الناس، وراح يبحث عنها وراح يدورها، تمام؟ بناء عليه النيرسينج بالنسبة لنا إحنا is a profession، health care advocacy يقدم نوع من أنواع الدفاع عن المرضى، مش بس رعاية، جزء منها رعاية. الآن إحنا عنا بدنا نشوف نحلل المصطلح نفسه بالعربي. إحنا إيش ندرس هلا؟ أو هذه الأساسيات إيش؟ بالعربي كلكم عربي صح؟ يعني عرب يعني متحدثين أصليين باللغة العربية صح؟ طيب قبل ما نحللها بالإنجليزي حنروح نحللها بال، كل كلمة لها جذر صح؟ كل كلمة لازم نرجعها لجذورها. مثلا هوية، هو صح؟ عشان في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء اليهود قال له هو 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 هوية صح؟ هلا هذه الكلمة لها معاني مختلفة، فممكن تكون وانت واقف في الباص وجاك السكيورتي تاع الباص طلع على الباص عشان اشيك عليه، لما يقول لك كلمة هوية تفهمها بمعنى صح؟ هويتك شو يعني؟ هويتك الجامعة. لكن نفس هذه الكلمة لو انك تروح على محل بالمغفر يقول لك هويتك، تفهم نفس الأولانية؟ لا معناتها لها معنى ثاني. ونفس هذه الكلمة لما يطلع خطيب الجامع يوم الجمعة ويقول لك إن هويتنا، بكون قصده الهوية نفسها؟ لا حسب كل المكان. كلمة هذا حسب المكان احنا بنسميها البارادايم أو الإطار المعرفي. فكلمة روم مثلا سمعتوا فيها روم؟ روم بالكمبيوتر مع الرام بتاع الجهاز 4 رام جيجا، نفس هالكلمة هذا رح مر عليكم بالفيزيكال اسسمنت بمعنى رينج اوف موشن مستوى الحركة. نفس الكلمة لها معنيين مختلفين باختلاف الباك جراوند تاعها. اعطيكم عليها مثال قبل ما نروح على هذا المستوى. مين يقرا لي هاي؟ ربيع في 1 2 3 مين بيحكي الهبي؟ ارفع ايدك. وين بيحكي لها 13؟ طيب لو قلت لكم انها هيك شو صارت؟ هي 13 عن 13. طيب لو قلت لكم انها هيك 13 مثلا. اذا كل مجال معرفي له طريقة معينة للنظر للأمور، من ضمنها الأمور تاعت تمرين. طب أنت تدرس تمرين، إحنا كلنا سمعنا هلا شيء عن التمرين. لا هون هون اسمه تمرين. غير طيب. فهلا بدنا نيجي نحكي لا سمعنا. يا سمعنا. كلمة تمرين أصلاً بترجع للأصل. شو جذر كلمة تمرين؟ مرضى صح؟ مرضى. الآن تمرين بالناحية النحو بالعربي أصلها جاي من تفعيل أو مصدر، بمعنى مصدر تفعيل صح؟ تفعيل يعني مثلا ركابة شو التفعيل تاعها؟ تركيب. درس تدريس. إذن بناء عليها مرض حيكون تمرين. دائما مصدر تفعيل كأنه بيعطي إعطاء بعطيك صح؟ تركيب بفعل شيء. إلا أنه في لها بعض الاستثناءات في التمرين بمعنى هون تقليل الأثر، فصارت التمرين حتى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ادعوا له من يمرضه. ايش ادعوا له من يمرض؟ يعني اجعله مريض؟ لا قلل عليك الاثار تحت التمرين. ماشي؟ هذه نفسها اللي موجوده بشكل او باخر باللاتيني، يعني اكيد مش هنعرف لاتيني
تعرف ايش يعني لاتيني؟ ايش يعني اللغه؟ اللغه ايش يعني نيرسينج باللغه اللاتينيه؟ انفرمتيريا. انفرمتيريا اللي اصلا اجت منها كلمه انفنت يعني حديث الولاده، واللي اجت منها انه اللي بيقدم الرعايه لحديث الولاده. إن لما ترجمت للإنجليزي إنفرمتيريا صارت نيرسينج، وصارت الوحدة اللي بيحطوا فيها الطفل أول ما يولد هي اسمها نيرسينج أو الخداج أو اللي بيقدم الرعاية للطفل بالخداج. إذن هذه هي الفكرة العامة تحت التمريض اللي بيضطر فيها إنه يقدم الرعاية تحت كل هاي الظروف المتعددة اللي بتشمل أشياء كثير بيحتاجها الإنسان. وضحت الصورة؟ قعدنا مع سماهر قلنا لها يا سماهر هذا هو التمريض. أنا مع سماهر سألتكم سؤال، هو متى بدأ التمريض؟ بيجي عندي مصطلح. طيب قبل ما نروح بالله يعرف الثاني، هل التمريض علم؟ طبعا كلمة علم بالعربي لما نترجمها بتكون موضوع مشكل. يعني هل اللغة العربية علم؟ بالمعنى العربي علم بتشمل علم. لما نترجم كلمة علم للإنجليزي بيعطينا كلمة ثانية، ايش هي؟ ساينس. لأنه احنا بس ترجمنا الترجمة زي ما هي دايركت ممكن الموضوع يكون بالنسبة لنا مشكل. بدنا نسأل ماذا تعني كلمة ساينس؟ حلو، ايش يعني؟ اشرحي لي. تفكير مواضيع. عدة أشياء صارت في الغرب في الحضارة الغربية خلتهم يغيروا بعض المصطلحات أو فيهم من المصطلحات. من هاي المصطلحات مصطلح ساينس. صار بالنسبة لهم ساينس يعني شيء أستطيع قياسه وضبطه والتحكم فيه وتدخيله للمختبر. وقسموا كل المعرفة عند الناس يا إما ساينس يا إما آرت. فمثلا الرسم والفن ساينس؟ بالنسبة للتعريف الغربي لا، آرت الرسم. طيب التمثيل؟ آرت. ما في. طيب علوم الدين بالنسبة للغرب؟ كيف بدك تضبطها؟ شوف جيب لي أربعة ملائكة مثلا هيك شوف ايش اضبطه؟ ما في شيء، مش قادر. فصار لكنهم ورطوا بأشياء بالنص. ايش قادر أدخله على المختبر وفي ايش مش قادر أدخله على المختبر بنفس العلم؟ زي علم النفس. في شيء عندي استبانات لعلم النفس بقول لك حلل شخصيتك بالأبعاد الخماسية مثلا. الأمراض قدر يضبطها، مشاكل كثير يعني الكيمياء قدر يضبطها، بس علم النفس ما قدرش يضبطها، علم الاجتماع ما قدرش يضبطها. في أشياء قدر يقيسها وأشياء ما قدرش يقيسها. بناء عليها طلع مصطلح ثاني اسمه social science اللي هي سماها العلوم الإنسان، وصار يقسم على هذه الثلاث أشياء علم والساينس وعلوم الإنسان. النيرسينج من الأشياء اللي بيحتوي هذول التدريب. في عندي جانب التمريض، ما حكينا أربع جوانب للتمريض صح؟ إيش هم؟ ما هي جوانب التمريض؟ فيزيكال ماشي، فيزيكال سبيريتشوال سايكولوجيكال سوشيال. لا بدنا نعيد، يلا ما هي جوانب التمريض؟ أنا بالإنجليزي سوشيال فيزيكال. لا بدنا عشان كلنا نسمعها مع بعض. فيزيكال. لا عيد ورا. فيزيكال سايكولوجيكال. لا عيد سبيريتشوال سوشيال. اذا ما هي ابعاد التمريض؟ وات ار ذا نيرسينج دايمنشنز؟ فيزيكال. لا تطلع كلنا مع بعض. فيزيكال سايكولوجيكال spiritual social. شباب هون
صبايا بدنا نبدا بالشكل الثاني عشان تحفظوا فيزيكال سايكولوجيكال سبيريتشوال سوشيال يلا نرجع لا ما حدا حنطول مع بعض والله مش حتيجي تشوفونا مع بعض حتخاصم على الفواتير بعدين زهدت والله زهقت فتح الله فيك رزقك ما اشتغلنا كفيت نرجع النيرسينج دايمنشنز بس بدي مع بعض كنا نفس الصوت هم هذول الاربعه هكذا What are the nursing dimensions? Physical, psychological, تمام؟ عشان لما تجي في الامتحان حد يجي يقول لي ما حكيناهاش. طيب هلا بالنسبة للنيرسينج، النيرسينج بغطي كل هاي الجوانب، بالتالي جمع الارت والساينس. في عندي جزء لابد يكون فيه ابحاث ومختبرات وارقام وداتا، وفي عندي جزء ارت. مثال على الاشياء اللي فيها ارت في النيرسينج تعامل مع الناس سوشيال دايمنشن ممكن واحد يقدم رعايه طبيه مبكر بالنسبه للفيزيكال بارت قدم اعطى الدواء ما اعطى الدواء لكن قدمه مكشر فبالتالي هذا فقط وانا احنا بدنا التنتين مع بعض الان اي احد بيبدا في التمريض بدخل في مراحل يعني حتى في الجامعة هلا أنتوا في الجامعة شو بسموكم؟ سناسر صح بعدهم نفس الاسم وسنة رابعة شو بتسمى؟ خنشور فيعني هيك خنشور أو كذا تعني اسموهم هيك ولا خلاص سنفور إيش المقصود فيها هاي كاسة؟ مبتدأ مستويات مستويات هاي إيش هاي كاسة؟ إيش الفرق بين طالب سنة أول أو أعطيك عشان أنتوا هلا تسافروا إيش الفرق بين طالب دخل على مدرسة إعدادي تعرف على أيام إحنا يكسبوا ابتدائي لصف سادس من هلا صار سابع كان سبع ايام او عشر ايش الفرق بين طالب كان يدخل كان بدا المدرسه لمدرسه فانا انتقلت من اول اساس درست المدرسه بعدين من سابع لعاشر في المدرسه بعدين طلعت توجيهي او ثانوي توجيهي ايش الفرق بين الطالب السابع لما يدخل الصف والطالب العاشر؟ مستوى العلم لا اعرف وين المدرسه السيجاره ما بيشتريها صح؟ إذا من الأشياء اللي أضافتها له الخبرة، إيش أضافت الخبرة؟ معلومات زيادة. ثقة بالنفس. معلومات زيادة. ما هي معلومات إيش أضافت له؟ خبرة. إيش أضافت له؟ مستوى عالي. مستوى العقلي يعني. مستوى عالي. مستوى أعلى من الإدراك. ضعف عام كمان. هذا الحكي نفسه، هذا أمور برا ممكن نقول هذا بدون ما يقدر، صح؟ كانت الصف السابع مثلا يجي اعداد توجيه بس لا بس تمام خلص عم الوباء انتشر المنطقه زي ما كنا نطلع بس خاصه يعني لا خلص اخذ استعلاقيه احنا ايام كان درس وكاله ان شاء الله ويفهم لهم من الموضوع انا بتذكر كان طبعا هي كانت المرض بلش ينتشر فبتذكر انا كنت مكيف السادس صف سابع هيك احنا طالعين بالساحه فكان البعد معي في الدرج لان احنا كان بازدحام ضيق المساحات عشان الاخوه كنا نحب عشان نعزز روح الوطنيه نحطهم بالصف عشان نقارن فانا كنت مكيف ان انا قاعد مع واحد بهرب فأنا كنت أحسبها الحصة الأولى والثانية والثالثة بعدين هو بفل كان شلف هو مجرد ما شلف أنا قعدت الخامس والسادس والسابع نفس الدرج ما يكون الفرق؟ لا طبعا فكان الناس يفكرون إحنا أصحاب طبعا هم لما يغيروا كذا شيء أنا بحب أقعد مع هذا الشيء وهلا ما شاء الله وطبرجي قبل الدنيا
طيب نسأل هذا يعني طاقم متكوّن تفرج معناه. فكان مرة من المرات عماله بيحاول يستني يمر بكان معذير الطوبة لأول المدرسة. فشافنا مراقب اللي كان في الساحة. طبعا هو الوباء والكوفيد كان منتشر من زمان بس كوفيد عقلي يعني. فالمدرس نفسه ايش بحكي بحكي بس اروح اخبر جبهة اللي يفيني بسرعة. يعني خفف. فكانت هي هيك فيها نوع من الارت حتى بالفن. المهم هذا الشاب نفسه ايش الاشياء اللي بتضيف لها او اختلف عن اللي اول مرة بيجي على المدرسة؟ حسب النظريات التطبيق احنا وانتو كلنا مرينا في مراحل. هذول المراحل هم خمس مراحل بيحددوا نظرتك انت للتمرين وبيحددوا اصلا كيف راح تفهم التمرين، كيف حتفهم التمرين نفسه وكيف سماها اصلا راح يتغير وجهه نظرك. يعني هل نظرتك الان للتمرين هي نفسها النظره اللي كانت عندك السنه الماضيه؟ لا ابدا. وهل هي نفسها النظره اللي راح تضلها كمان 4 سنين؟ لا. احنا بنتغير، حكينا انه هذه نظريه المسكليه. وهذا التغير بيشمل كل الجوانب مش بس الجسم، العقلي والروحاني والاجتماعي وكمان فيما يتعلق بالتمرين. فاول ما بنبدا بفكره النوفس. بسم الله الرحمن الرحيم، فتحنا المحل، رشينا ميه على المحل، نقول يا الله شو بتبيعوا انتم؟ شوف يعني شو في مواد بنزلها؟ بتيجي على الشغل الكريم شوف شو طالع معنا. بدي مغلق. هذا هل موجود؟ معروف هل بتشتري يعني هل موجود؟ كيمياء مثلا، مدرسه احياء، علوم وطنيه، مش عارف تربيه عسكريه، هل موجود عندك بتنزله؟ صح؟ نوفس لسه انا مش عارف. بعد فتره بيصير في عندك تراكم لخبرات بس انت مش قادر تركب لوحه الفسيفساء. عرفت اشياء كثير بس انت لسه مش عارف. مين فيكم حضر فيلم ماتريكس؟ بتكسر كل ما يعمل لهم خالعين وخلبان. بعد فترة آخر الفيلم لما فهم اللعبة صار لعبهم بإيده ووقف رصاص ونزله وطلعه في رصاص تماما زي الفكرة أنت يعني لما تلعب في تلعب بلاي ستيشن. هذا مش هاي الأعمال صورة أفلام ولا بلاي ستيشن. كمان جوش عندي تلعب بلاي ستيشن صح؟ ايش لعبت مع بعض السنين؟ فيفا ماشي ماشي في ماتريكس على البلايستيشن مظبوط وفي على التليفون. بس ايش اللعبة الاكثر مشهورة على اجيالكم؟ ماريو كراش ببجي ماشي وفي هذا الهنتر فورتنايت كول اوف ديوتي. كلنا لما بلشنا نلعب اول لعبة كيف كم قعدت وانت بتلعب قبل ما تموت وتخسر كل والله ضايعين بس كنت مسلم حالك شو بتخسر كل لعبت كول اوف ديوتي كل مين ما لعب كول اوف ديوتي؟ انا والله 2 3 بس انتوا اكيد لعبتوا العاب ثانيه مثلا انجري بيردز يعني صح. كم الوقت اللي احنا قعدنا فيه علشان اول لعبه قبل ما خسرنا وموتنا؟ انا اول ما لعبت كول اوف ديوتي دخلت 30 ثانيه ربع ساعه يمكن من 30 ثانيه يعني نص دقيقة. يمكن أنا ما شفتك. سلم. بعد فترة بتعملك تلعب فيها وبتوقع بنفس الخطأ بتضلك تعيد نفس الخطأ بعدين تعرف إنه هو عنده خطأ وهكذا بتضلك تكتسب مهارة. قبل ما توصل لهذا المستوى أنت فهمت من وين راح تجيك الرصاص أو فهمت في الأنجري بيردز إنه قديش تشد العصفور عشان نصفه مثلا صح؟ بعد فترة هذه كلها بتنقل مرحلة النوفس المبتدئ اللي مش عارف ايه الدنيا حواليه لمرحلة الادفانس بيجر. انا فاهم مبتدئ متقدم هي بلشت انه والله يعني هلا لو بدنا نرجع مثلا انتوا لسه يعني محظوظين اكثر من جيلنا احنا على جيلنا مثلا كان موضوع انقطاع الكهرباء هذا عادي
انت لسه في ورقه مثلا تشوف الورقه مثلا تختمها تخطيها جيدا هلا الامور هذه عندكم صارت تخففت من الناس لما دخلت انا بتذكر من 2001 انا دخلت على مكتب دكتور تركي كان بروف وقاعد هو انا مستوعب قاعدين اربع دكاتره حواليه وانا واقف هيك بس كان الشارع كبير حاطين تلفون النوكيا 310 تذكروا او يعني مرت عليه في الاثار صارت متحف كان في نوكيا 310 تمام يعني هاي معروف صح يعني في ناس تحاحته والله يعني بجوز مثلا مع سائق التاكسي اللي هو راح يتحاحت حاطين الاربع دكاتره هون حوالين بالطاوله واحد تاني بيرن عليه وثاني بيقول شايف قلت لك راح يهز بده ما يوقع دول كلهم قاعدين هذا الموقف بالنسبه لك انت بتطلع عليه هذا موقف فني صح كانت اكثر شيء كنا نستخدم كانوا على ايامنا كان مجمع يكون 50 ورقه طلاب البكالوريوس نطبعهم اكثر شيء كانوا طالع كان في اكثر شيء هو كود صانع نغمات اذا كانت مره تفتح تلفون النوكيا بتكتب ارقام بعدين يطلع تي 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 تتكيف تحس بالسعادة بعد ما وصلت نص ساعة وانت شغال عشان تعمل الكود هلا انا باجي مع ابني طحنت مش عادي تنزل يعني ويا ويل اذا فصل الواي فاي يعني فصل الواي فاي اللي كانت الكهرباء يعني فهذا هلا بعض الامور اللي انتم شايفينها هلا امور جدا بسيطة وسهلة كانت على جيلنا وجيل اللي قبلنا انه لسه في شيء بدي اتعلم انا لما جبت البلاي ستيشن اول مره طبعا لما جبت البلاي ستيشن انا كنت اتعامل مع اجيال فانا يعني اذكر انه انا تعلمت ما عرفت اشغلها احط السي دي طلع السي دي عمل ما تصبط معنا بدي افهم كيف بتنفع بعدين كيف تعمل تعمل داونلود ما احنا على ايامنا كان في اتاري بتحط الشريط بتلعب يعني ليش هالتعقيد وعملها داونلود واشبك على النت وبعدين بتحط الباسورد وتجيب الريموت واسحب الريموت يعني قصه فاكتشفنا بعض الاشياء اللي انتم شايفينها هلا سهله في ناس كثير قطع مشوار على ما تتعلمها انا بتذكر بنتي صغيره كانت مره ماسكه صوره على مجله وبتعمل لها هيك تحاول تكبرها لما تعود على الايباد الايباد تكبر الصوره على الصوره مش راح تكبر اذا هذا الموضوع بحد ذاته طلب من الناس كثير من الاشياء والجهود هذا الحكي بيصير مع اي مجال بما فيه مجال وإن شاء الله بنخلص النوبس بتروح لتلفانس بيجر تلفانس بيجر بلاش تفهم إيش اللي بصير حواليك تنتقل بعديها للكمبيتنت إيش يعني كمبيتنت الكمبيتنت إنه أنا صرت قادر هو تلفانس بيجر أنا بتعامل مع نفس الإشي فبعرف أعمله صح؟ فبتلاقي اللي بيعمل فلافل مثلاً إذا رحت اشتريت فلافل صح كيف كل اشتغل بدين الفلافل رجل آلي صح وبيحكي معك وبيحاسب وكذا ومش فاهم شو بيعمل صح او انت اي واحد فيكم هلا لما بده يبعث مسج مثلا لحدا على الواتساب بكتب انه بدون ما اطلع صح انا مثلا زي تحت النظاره حط النظاره صح يعني مهاراتك لانك بعثت بجوز 100 مليون مسج صح انت فاهم الواتساب وحافظ الواتساب اصلا حافظ الارقام وحافظ كذا وكل هاي لكن إذا تعاملت مع موقف جديد بتعك ما دام الموقف زي ما هو دائما ماشي الأمور لما أتعامل مع موقف جديد ما أعرف شو بدي أعمل برن على أبوي برن على أمي برن صح في حدا فيكم هون بيعرف يعمل قهوة تركي اللي بيعرف يعمل قهوة تركي بعد فترة خلاص بصير بالنسبة له موضوع روتيني لكن لو قلنا له عملنا كاكاو بدرن على أمور على وين الكاكاو وين السكر خرب الدنيا خرب المطبخ خرب كذا تيجي يقول له طعم المطبخ الله يرضى عليك اطلع اطلع يا ريت بدا شغلت لحد ما يبدا بعديها الكومبتنت ايش الفرق بين الكومبتنت والادفانس بيجنر بيصير يعمل شيء بسهوله يعني خلص لا البيجنر بيعرف بيعرف ايش بيعمل الشيء بسهوله بشرط يكون مر عليه الكومبتنت بيعرف يعمل الشيء صح حتى لو ما مر عليه لأنه صار عنده مهارات التفكير صار عنده مهارات التفكير مهارات ويحل المشكلة اللي بتعامل معها لأول مرة مثال عليها مشهور عندنا في التاريخ لأن احنا عشنا على أزمة الكورونا مثال صار في التاريخ سيدنا عمر بن الخطاب للمرة الثانية كان حاب يروح يزور البلاد هاي فلسطين والأردن هيك المناطق وصل عند تبوك خبرونا طبعا تبوك على شمال السعودية تيجي قريبة من جنوب الأردن تمام
وصلوا الناس هناك قالوا له اسمع ترى في طاعون انتشر في بلاد الشام. وقف الآن بناء على الوقت اللي كان عنده المعرفة اللي كانت عنده ما عنده حديث. كان حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ظهر الطاعون في قوم فلا تدخلوها ولا ما كان وصله ما كان يعرف. وقف هلأ صار بتعامل مع موقف لأول مرة هو بتعامل معه. هلا هو محترف بيعرف كل يتعامل مع كل المواقف السابقة. هذا موقف جديد جمع عليه الصحابة جمع عليه أهل بدر اتفقوا كلهم ما نمحش ولا واحد فيهم كان سامع الحديث هذا اتفقوا كلهم إنه ما تروح. ورجع سيدنا عمر بن الخطاب للمدينة هو راجع لحوا عبد الرحمن بن عوف وقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الطاعون في قوم في بلدة لا تدخلوها ولا تدخلوها. ايش الفرق بين الاولى والثانيه؟ تطابق بالضبط القرار اللي وصل له سيدنا عمر الخطاب مع حديث الرسول مع ما كان. هذه الفكره اللي هي تحكي على الكومبتنسي او الكومبتنس انه احنا دربناهم التمريض مثلا كانوا يتدربوا على الاعتماد والرعايه بالامراض عموم الامراض صح؟ ظهر الكوفيد هون بينت الناس الادفانس والانساء فالناس الكومبتنت الكومبتنت قدر يتعامل مع شيء لاول مره بتعامل معه قدر يتعامل معه صح لانه لما تعامل معه خطا مات يعني خلص او تصاوب او يعني صار معه. فهذا اللي نقلت عندي اذا النوفس بدايه ادفانس بيجنر بيعرف الاشياء اللي سواها شوفوا الفلافل كذا مثلا حمص البقل البيض برمية بتاعي مشتري. الكومبتنت بيعرف يتعامل مع مواقف لأول مرة بيعرف يعملها بشكل كويس. البروفيشنت لأنه صار متعدد الجوانب. إنه صرت أنا مش بس بعرف أتعامل مع المريض بالإبرة أركب الإبرة. هذا أنت هيك هي صح أو بتاع الفلافل. لا أنا صرت أعرف أعمل فلافل وأعمل حمص وأعمل فول وأعمل كذا وأعرف أجاني زبون معصب أعرف أتعامل معاه وطلبوا مني أعمل مفرق البطاطا مثلا أعملها وهكذا. زي أيام إحنا في الغربة أول ما تغربت فكان يحكوا لي شو بتوكل فأقول لهم والله يعني نقلي بيض ومرة ثم نغير نقلي بطاطا لأنه هذا اللي كان يتوفر يعني نقدر نجيبه حلال ومرة لما بدنا نغير نحطه بالتتين مع بعض فنعمل مفرق البيض والبطاطا فهي من ثلاث وجبات مثلا. المهم فبضل عندي انا فكره البروفيشن انه صار متعدد الجوانب بالتمريض صرت انا قادر اتعامل مع التمريض من ناحيه فيزيكال واتعامل مع التمريض من ناحيه سايكولوجيكال من ناحيه من ناحيه سوشيال وهذا التدرج اللي انت راح تشوفه في المواد انت بس تخلص الفاندمنتال راح تدخل على ايش؟ او هلا بدخل معكم ايش؟ ايش معك مواد ثانية؟ أنا لسه نقول بسم الله الرحمن الرحيم نفتح خلق الله الخلق هذا الإنسان شايفين الإنسان هذه أعضاءه هذه اللي فتحناها لقينا هيك لقينا هيك صح؟ بعدين بتروح على إيه؟ فيسيولوجي هو هذا العضو كيف يشتغل؟ يعني أنت في الأناتومي هيجي يقول لك هذا القلب أه تعرفت عليه أهلا وسهلا تشرفنا يلا علمنا على الفيسيولوجي إيش راح تشوف؟ هذا كيف يشتغل؟ عشان هيك اسمها بالعربي إيش؟ وظائف العضو يعني هذا بعديها راح تروح على ايه؟ فيزيكال باثولوجي ادلت بعدين عاد لما توصل للسايكولوجي او للسايك بتكون انت عدلت دايمشن الاول لكن اول واحد ايش؟ فيزيكال ثاني واحد سايكولوجي كيف تدخل على السايكولوجي؟ بقول لك هذا الانسان السوي هذا الانسان مش سوي هذا الامراض النفسيه بعدين سبيريتشوال على اهميتهم لانه كل واحد تلاقي هون احنا بالكليه بنعمل محاضرات على التمريض بشكل عام والاسلام وهيك بهم الناس الاصل طبعا انه جاي من دار ابوك على الاصل وبعدين بيجي عندي ايش؟ اللي هو اي كورس انا بغطيه صحه المجتمع بعدين وين بتروح؟ على الميدان بتروح على الميدان وروح الميدان صح؟ هلا خلال هذه المرحلة هون في الكلية انتوا راح تتعاملوا مع امتحانين كبار تعرفوا فيهم صح؟ في امتحان على نهاية سنة ثانية لأنه أنت الأصل بعد سنة ثانية تكون خلصت الفيزيكا. سكرت الفيزيكا الثانية.
لانه فعليا ما حيرجع حدا يركز على الفيزيكال بعديها لا سنه ثالثه وسنه، حتكون تركز على التفريعات المسائل امور الطفل كوميونيتي سايد خلاص، تكون انت مسكر اناتومي فيزيولوجي كذا تكون سكرت على سنه ثالثه تمام. هذا اللي بيجي لك من البروفيشن. طب الاكسبرت أضاف عليها إنه أنا بقدر أضيف عليها الأبداع أضيف إبداع عشان إبداع بالعربي وفكرة من عند كريتيكال ثينكينج عند البروفيشنال عند الإكسبرتس بيصير عنده كرياتيفيتي إبداع إيش بديع السماوات والأرض إيش يعني أسمع الله عز وجل وصف مصفوف جديا الخلق بغير مثال سابق إنه أنا بقدر أضيف يعني لما نجي احنا في الدكتوراه او في الماجستير في مطلوب منا رساله رساله الدكتوراه او الماجستير ايش المقصود فيها تضيف ولو سطر للعلم بدنا نضيف شيء يعني مثلا انا في رساله دراسه تاثير عمل تحريك الوضعيه تحت المريض بالبوزيشن على التشخص اضفت قديش بالضبط بياثر لما المرض يتغير او المرض يتغير وضعيه المريض ايش هذا الحكي بياثر على التطرحات السلبيه تمام مثال فأنا وصلت هذه. إذا ما هي مراحل البروفيشنسي تاعت الناس؟ طبعاً اللي حطها هاي واحدة اسمها بينرز حاولت إنها تصنف كيف يتدرج التمريض في الرعاية تاعته. إذا what are the Pinner stage of nursing proficiency مع بعض؟ يا بابا نوفس مع التلفون مش تحت تلفون يا عيسى افتح تلفون جارك الاصل ما بعتهم الاصل ما شفتهم بس ما تاخرت من كيف انا فتحت والله ما كان بعتهم انا بس جوست ساعه كمان ساعه حطيتهم على الواتساب وحطيتهم على برضه لا فاتح ما فتح طيب مع بعض نوفيس ادفانس بيجنر كومبيتنت بروفيشنت اكسبرت نوفيس ادفانس بيجنر كومبيتنت بروفيشنت اكسبرت كمان مره نوفيس ادفانس بيجنر كومبيتنت بروفيشنت اكسبرت وضحه عشان نيجي هلا العمل التطوعي اجل سماها هلا يا احنا هلا ما عرفناش التمريض حسب عندي تعريفات التمريض احنا اذا بدنا نحسب بالضبط كم عدد الناس اللي بتعرف في اكثر من 200 تعريف لكلمه تمريض لانه كل واحد فيهم كان بيطلع على التمريض بوجهه نظر مختلفه زي ما حكينا ويتعامل مع التمريض بشكل مختلف فالتمريض اللي بيداوم في مستشفى الابحاث والله النفسي جزء من عمله بيختلف عن التمريض اللي بنداوم في الرعاية في ICU مثلا في مستشفى الخمسة في اشياء فيها شوية مختلفة بنلاقي انه اكثر تعريف انعمل للامريكان نيرسز اسوشيشن او جمعية التمريض الامريكي تمام او اللي هي الاي سي ال اللي هي الانترناشونال كونسل اوف نيرسينج او مجلس التمريض العالمي اللي هون احنا عندنا سمو الاميره وانا جزء من الاي سي ال بتحضر اجتماعات بشكل دوري بنعمل كل سنتين كله اجتماع في بلد المره الاخيره كان اونلاين لانه كان كوفيد المره اللي قبل 2019 كان بسنغافوره انا حضرته وحضرنا كمان كيف هم بيحللوا الاشياء اللي احنا لازم نعملها والاشياء اللي لازم ندرسها والاشياء اللي لازم نفهمها بالضبط بناء عليها وصلوا الى انه عملنا سكوب اوف سيرفيس او ستاندرد اوف كير للناس عملنا بناء على التعريف تاع التمريض بناء على الابعاد تاع التمريض ايش الاشياء المتوقعه هل انتم بتعملوها لا متوقع منهم من تمريض عملها وبناء عليها انتم انتقلتوا من كونكم اسمك الان نيرس لكون اسمك الان نيرس كانديديت انت مش ممرض ولا ممرض مرشح مش مرشح مرشح يعني الله يفتح صورتك ان شاء الله وتنجح وتعدي بالكورسات الله يعطيك يعني الى الان عشان هيك لو افترضت مثلا انك انت على مستوى خلصت كلكم مسجلين عملي صح كلكم مسجلين وكلكم اخذتوا على اول حصه بالعملي صح بعد كلكم تعرفوا تعملوا هاند واشنج صح تخيل الان انت لو بدك تروح على مدرسه
تعمل تثقيف صحي للهاند ووش، هل يعتبر هذا نفس الكير؟ لا. ليش؟ ليش ما هو؟ لأنك لسه مخصص، أنت مرشح لسه مخصص، والحق حتى من الناحية القانونية لو تعلمت أنك تأخذ إبرة بعدين رحت عند جارك تلمس وعطيتها إبرة وصار معك مصيبة، لا النقابة بتعرف عليك ولا مجلس الطب بتعرف عليك لأنك أنت إيه؟ أنت لسه ما صرت صح؟ من الناحية القانونية تتعامل كأن أنت واحد من الشارع لو صرت بتعرف عليك حين عاد إلى حسبتك نعم إذا صرت ريجستر ومسجل بالنقابة وعديت كل الأمور أنت. بالتالي راح نيجي الان نسال انه احنا عندنا في الاردن في عندنا شيء اسمه سكوب او اطار الممارسه، يعني هل بقدر انا كنرس اعمل عمليه؟ لا ليه؟ ما عندي الستاندرد اوف كير سكوب او سيرفيس عملنا عنه. طب انا الان كنرس اقدر اخذ جنازات؟ يعني نقيس العلامات الحيوية الضغط والسكر. طب ليش هاي بقدر كنت أدرس؟ معناه كنت فيهم دم. أنا خلال خبرتي الماضية أنا كنت أشتغل إشي اسمه وود كير نيرس. هلأ في السعودية صار مسموح إنه التمريض يفتح عيادات في بعض المدن المعرفية من ضمنها كان وود كير. كنا نعمل رعاية قدر السكر تطرحات استرارية تسمى مرضى الضغط النايمين. السايكاتري اللي هم بيشتغلوا بالامراض النفسيه سمحوا لهم الان كانوا يفتحوا عيادات. لسه في الاردن الموضوع لسه بتعرف احنا عندنا الطبخه وكذا عم نجيب المطابخ وتحطهم مجلس النواب تخلص لكن حيصير بس ما بدك تعمل عمليه. اللي حددوا هاي الاشياء عندنا في الاردن الجهتين هذول مجلس التمريض ونقابه التمريض الاردن اللي بناء عليها اجت اختها سماها تسالها وتقولها يعني بالنسبة خلصنا احنا المحاضرة هلا مع سماها مش طوال والله كلكم تتروحوا في حدا عنده محاضرة بعد هاي؟ لا بعد هاي مباشرة يعني 9:45 وين؟ من عندي انجليزي وين؟ بأي محل بأي مبنى ولا اونلاين؟ لا والله نزلت مدري مش عارف وين عاد شوفوا